بهذا الزمن أصبح صعب التفريق بين العيون الملونة الطبيعية والعدسات الملونة، وبين الشعر الأشقر الطبيعي والشعر الأشقر الاصطناعي. سوف نستعرض لكم بهذا الفيديو بعض الفنانات العرب الذين يتمتعوا بمواصفات أوروبية طبيعية. نانسي عجرم صاحبة العيون الزرقاء الطبيعية هي بالأصل تميل نحو الشقار، وبناتها الشقراوات ميلاء إلا وليا أيضا يتمتع بالعيون الزرقاء. مقدمة البرامج الشقراء كارلا حداد التي تمتلك عيون زرقاء طبيعية وطولها يبلغ 179 سنتيمتر تتمتع بمواصفات أوروبية طبيعية، وابنتها الشقراء ليا ورثت جمال وشقار والدتها وعيونها الملونة. الممثلة الجميلة سلافة معمار تتميز بشقارها الطبيعي وعيونها الملونة، وابنتها ذهب تمتلك نفس الملامح الأوروبية. الممثلة باميلا الكيك البعض افتكرها أجنبية أو أن شقارها اصطناعي، لكن بالحقيقة شقارها طبيعي 100%. الممثلة سنتيا صموئيل احتار الجمهور إذا يناسبها أكثر لون الشعر البني أو الأسود أو الأشقر، والبعض افتكر أنها تصبغ شعرها باللون الأشقر حتى تتشبه بالأجانب، لكن بالحقيقة لون شعر سنتيا الطبيعي هو الأشقر. الممثلة الجميلة نيكول سابا استطاعت بكل سهولة أن تلعب دور الفتاة الأوروبية بفيلم عادل إمام، لأنها بالفعل تمتلك شعر أشقر طبيعي وعيون زرقاء طبيعيات، وابنتها نيكول أيضا تتمتع بالعيون الملونة والشعر الأشقر. شكرا للمتابعة.